هاني عثمان الصوت اتظبط اهو. ماشي، هاني مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن، برحب بحضرتك. طبعا قبل ما نروح لعريس الليله بقى لازم احيي حضرتك الله على يخليك، انك قدرت تجمع الاهلاويه تاني ربنا حوالين قناه يخليك، النادي الاهلي. الله يخليك. طبعا كل الشكر لاداره النادي الاهلي والعاملين فيها، لكن دايما الكابتن شوبير بامانه يعني في قنوات يا كابتن، في مذيع بيحتاج قناه تقيله، قناه كبيره عشان اسمه يبدا يتردد. لكن الكابتن شوبير بفضل الله وكرمز اهلاوي بنفتخر بيه بيعدي اي قناه بيروحها، ربنا فما بالك يخليك، لما ربنا تكون يخليك. قناه كبيره. خلينا نحتفل بصاحب القضية، نحتفل بقى بعريسنا بقى عريس القضية. كابتن قفشه. خليني اقول لك قفشه، لان دايما انا بحس ان انت اخونا صاحبنا واحد مننا، فهقول لك يا قفشه لان انت فعلا واحد مننا بجد. لازم اقول لك يا كابتن يعني قفشه، احنا اصلا كاهلاويه قفشه ليه مكانه عندنا كبيره جدا من قبل موضوع القضيه بكتير. الراجل ده ضحى عشان يجي النادي الاهلي، صمم نعم، في كل تجديد ما بيتعبناش خالص، واحنا كجماهير اهلي اللاعب اللي يحطنا على دماغه بنفضل شايلينه على دماغنا حتى بعد ما يبطل. صحيح. ده موضوع القضيه. طبعا حصلت نقله تانيه خالص بقى. انت متخيل الواحد فينا يا كابتن شوبير لما بيعمل جميل في واحد في اثنين في 10 بيبقى أي. فرحان بنفسه، بيلاقي تقدير، ما بالك الراجل اللي قدامك ده عامل جميل في 80 مليون واحد. ف الراجل ده حلوة دي يعني. ريحنا وفرحنا ورحمنا، ايوه وابقى بص، ريحنا وفرحنا ورحمنا ورحمنا، دي طبعا حضرتك فاهم من ايه. نعم، فقفشه جميله انا بالنسبه لي فوق راسي. سؤالي يا كابتن لقفشه، يلا عايز اقول له ان الحياه بيحصل فيها مراحل كده بتقلب حياتك 360 درجه. ايوه ممكن تكون موقف صادفته، شغلانه اشتغلتها. ايوه عايزه سؤالي مزدوج، قفشه ما قبل الاهلي، نعم، ويكلمنا عن قفشه بعد انضمامه للاهلي، تمام. وبقيه السؤال قفشه ما قبل القضيه وما وقفشه بعد بعد القضية. احرازه. شكرا صديقنا هاني عثمان، وشكرا لكل اصدقائنا اللي موجودين معانا ومظاهره حب معمول. جميله هو طبعا. بيسال او بيقول لك انت جميلك على 80 مليون ناس اهلاوي، اعتقد لا شكر على واجب، هم يعني اللي جملهم عليا يا جماعه، هم اللي جملهم عليا. طبعا يعني كفايه اللي هم اللي انا اخش الاستاد بس هم ينادوا عليا، دي عندي بالدنيا كلها تفرق. ها طبعا. انا لما بقعد على الدكه مثلا وينادوا عليا انا ببص. والله طبعا لما اقوم اسخن كده واسمع صوت الصفافير والناس بينادوا عليا، ان دي حاجه بتبسطني جدا. نعم، فلو الواحد عايز يقول حاجه فيقول لهم هم اللي فضلهم علينا كلنا. قفشه ما قبل الاهلي وما بعد الاهلي، اي حد هو في الاهلي بيفضل زي ما قلت لحضرتك كذا مره، هو في كل حاجه، هو الطب في كل حاجه، هو رقم واحد. قبل الاهلي كنت بلعب في انبي، نادي كبير ونادي محترم، لكن مفيش نادي في مصر يتقارن بالاهلي. النادي انبي زي ما قلت هو اللي رباني وهو اللي كبرني وهو اللي عمل معايا كل حاجه، لكن النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، بيفرق في شخصيتك، في حياتك الشخصيه، في حياتك انت ماشي في الشارع وانت راكب العربيه وانت بتشوف الناس، كل حاجه بتفرق. وانت في النادي الاهلي كل حاجه معاك بتبقى حلوه. أفشى ما قبل القضيه بعد القضيه؟ كنت لعيب في النادي الاهلي قبل القضيه، ايوه، بس بعد القضيه بقيت لعيب كبير قوي قوي في النادي الاهلي. حسيت بده؟ طبعا حسيت طبعا وحاسس بيها وبقدر نعمه ربنا كبير عليا. مشاعر الجماهير، عايز اقول لك الشارع كمان لما بنزل الشارع انا بتبسط بصراحه لحد دلوقتي. طبعا زمان في الستينات الله يرحمه كابتن عبده صلاح الوحش، فكان الاهلي عنده ماتش مع الزمالك، واهلي وزمالك يظل طول الوقت اهلي وزمالك، فكابتن عبده راح واخد ريسك، ما عندوش لعيبه، لعيبه مش عارف مصابه وقصه وحدوته، فاشرك ثلاث لاعبين صغيرين، السايس الله يرحمه كابتن محمود السايس، وريعه كابتن ريعه كان مدير قطاع الناشئين في المقاولين فتره طويله جدا، لعب في الاهلي والاسماعيلي، وعلوي مطر عليه رحمه الله. كابتن ريعه ربنا يديله الصحه يا رب ان شاء الله. فحصل ان الاهلي فاز اظن 3-1 في المباراه دي. حتى هذه اللحظة يا قفشة يفضلوا يقولوا مباراة السايس وريعه وعلوي مطر. أنا شخصيا كان لي تجربة في مباراة في كأس مصر سنة 85، وقفوا كل اللعيبة الكبار وحطوني أنا في الماتش ده لوحدي، ومعايا بقى كان ساعتها أول ماتش لحسام وعلى عبد الصادق وأحمد جمال وضياء عبد الصمد وحمادة مرزوق وعاطف الألباني ومحمد السيد وبدر رجب ومحمد سعد وحاجات كده. فالمهم ربنا أكرمنا وكسبنا 3-2، بعد كده خدنا كاس فالناس تتذكر هذا البطولة. اللقاء. صح. لكن كل ده كوم يا باشا،
والقضية تفضل خالدة دائما وأبدا في التاريخ. أعتقد إن ده بالنسبة لك تاريخ يفضل عايش ويفضل مفرحك يا قفشة جدا. أه طبعا يا كابتن، كبيرة والله يا كابتن زي ما قلت لحضرتك، وهي نعمة كبيرة جدا من ربنا، وأنا بحاول أستغلها في الحاجات الصح يعني. إن هي إن ربنا يديك حاجة زي كده وفرحة زي كده ويوم زي كده. أنا قلت لحضرتك أنا الناس بقت تحتفل باليوم ده أكتر من يوم عيد ميلادي. ده صحيح. فلا أنا مقدر النعمة كبيرة دي جدا، وأنا يعني لما ربنا اداني النعمة دي، أنا ربنا اداني النعمة دي عشان خاطر أهلي، عشان خاطر أبويا وأمي، عشان أنا شفتهم هم بيتعبوا وأنا صغير. نعم.